دشن معالي وزير الحج الدكتور محمد بن صالح بنتن مشروع بطاقة الحج الذكية، والتي ستحدث نقلة نوعية في إطار الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. هذا تطلب الانتهاء واستكمال البنية التحتية الرقمية في المشاعر المقدسة، واللي الحمد لله انتهت الآن، ومن العام القادم نطمح بأن تطبع هذه البطاقات في بلد الحج، وحتى عند دخوله عند الجوازات هو يكون لابسها ولا يحتاج يطلع جوازه، لأنها ستقرأ مباشرة ويتم دخوله إلى المملكة. تحتوي البطاقة على معلومات الحجاج الشخصية والطبية والسكنية، ويتم قراءة البطاقة عبر الأجهزة الذكية المربوطة مباشرة عبر تقنية الاتصال القريب. حاليا يتم إصدار البطاقة داخل المملكة العربية السعودية، وفي العام القادم هناك ترتيب أن يتم إصدار البطاقة قبل قدوم الحجاج للبلد، ويتم تفعيلها عند وصولهم للمنافذ. تمكن بطاقة الحج الذكية المساعدة في إرشاد التائهين لمقر إقامتهم، والتحكم بدخولهم للمخيمات والمرافق المختلفة، وللحد أيضا من الحج غير النظامي. لقناة إقرأ، إبراهيم حبتر.